أنا زهقانة جداً. أوه، في إيه في العلبة دي؟ خلينا نشوف، يلا نفتحها دلوقتي. واو، دلوقتي يلا نطلع اللي جواها. مين هيبدأ الأول؟ ليلي شجاعة. دي عروسة LOL OMG شيلاكس. ودلوقتي دور جين، وطلعت لها باربي. عرايس؟ ليه، احنا مش أطفال، ده تحدي عرايس. نقضي طول اليوم لابسين زي العروسة؟ التحدي اتقبل. يبقى لازم تبتكري إطلالة عروسة خاصة بيكي. البنات معاهم الأمثلة اللي بيستلهموا منها، هتحتاجوا مكياج كتير. آي شادو وردي، نجرب. هايل. دلوقتي ليلي بتستعمل آيلاينر أبيض، وجيم بتستعمل آيلاينر أسود. هما الاتنين شكلهم بقى يشبه العرايس. جين هي كمان بتستعمل رموش صناعية، شوية بودرة، وطبعاً شوية ملمع شفايف. خلصنا. أوكي، يلا ننقل على الشعر. ديل الحصان العادي مش هينفع، فيلا نفكه. ودلوقتي 1 2 3. تسريحات شعر العرايس بقت جاهزة. جميل، ده وقت التفكير في الأوضة. جيم بتجهز أوضة باربي. كل حاجة هنا لونها وردي. مخدات حلوة أكتر. اتفضلي أهي. صور على الحيطة، يونيكورن وردي، وتسريحة عليها منتجات تجميل. كل حاجة الأميرة بتحتاجها. شوية تفاصيل أكتر. خلصنا. طيب المفروض نعمل إيه في الزاوية دي؟ يلا نحط دولاب فراجيل وترابيزة هنا عشان نعمل مطبخ عروسة. بيت باربي اللي بتحلم بيه بقى جاهز. في حاجات كتيرة قوي هنا، والأهم كل حاجة لونها وردي. ده مثالي، جنة حقيقية الأميرة. في هنا كمان أطقم كتيرة قوي ومنتجات تجميل، لكن في كمان حاجات كتيرة ليها وظيفة. بصوا المطبخ هايل قد إيه، وفي أكلات لذيذة كتير قوي. دلوقتي يلا نشوف ليلي هتعمل إيه. إزاي هتعملي بيت لعروسة LOL؟ خلينا نشوف. محتاجين كونتراست أكتر وتفاصيل بيضة وسودة. كله تمام، دي بداية. دلوقتي يلا نزين الحيطان بصور عرايس LOL، ودينا أهو. ولو أساس باربي أبيض، عرايس LOL أساسها العكس. ترابيزة سودة، ومفيش حاجات حلوة، كل حاجة هنا بجد. واو، الأوضة ساحرة. أظن إن عروسة LOL هتبقى مرتاحة جداً. أوكي، دلوقتي يلا نحط التلفزيون كبير عشان نتفرج على فيديوهاتنا المفضلة. أوضة LOL الستايل بقت جاهزة. الجو هنا مش نفس جو شقة باربي، لكن كده حلو جداً. ده وقت تجهيز اللبس. باربي عندها فساتين وردي كتيرة، أصعب جزء هو الاختيار. كل حاجة جميلة جداً. بصوا الفساتين دي، يا ترى المفروض ألبس أي واحد؟ الفستان ده ولا ده؟ مشكلة كبيرة، لازم تختاري حاجة تانية. غلط، كله غلط. والفستان ده برضو مش مناسب، وده كابوس. والجزمة دي، المفروض ألبس أي جزمة فيهم. عقل باربي خلاص هينفجر. هو ده، مش قادرة تستحمل التوتر ده كله. صاحبتها عروسة LOL أهي، هي مش فاهمة إيه اللي بيحصل هنا؟ طيب، كان نفسي يكون عندي مشاكلك. دلوقتي باربي تقدر تعمل عرض أزياء، وبتطلب من صاحبتها تساعدها في اختيار الفستان. الحكم متشددة جداً. الفستان الوردي بيترفض فوراً. طب وإيه رأيك في ده؟ مع الودان؟ ده حلو صح؟ لأ، الفستان العادي ده مع فيونكة، لكن مش عاجب صاحبتها. ده ممل، هتضطري تغيري تاني. طيب يبقى الفستان ده. ايه اللي بيحصل؟ عرض الازياء ما كانش مثير جدا. الحكم راحت في النوم على الكنبه. مين اللي هيساعدني اختار فستاني؟ طيب كده كله تمام. عروسه LOL هي كمان محتاجه تفكر في حاجه تلبسها. بعد كل ده الهدوم دي مش حلوه كفايه. شنطه، يا ترى فيها ايه؟ واحده تاني، وكمان واحده. واو، دي شنط كتيرة، دي زي كور LOL بالظبط. محتاجين نفتحهم كلهم. واو، ده سويتشيرت هايل وبألوانها المفضلة.
في ايه في الشنطه دي؟ ما فيش حاجه ممكن نستعملها. اوه، وهنا سنيكرز جديده، روعه، مدهشه، لكن مش هي دي، حاجه صغيره حلوه. في ايه هنا؟ ليجنز نقشه الفهد، ده قبيح. اوه، على الاقل ده مش محبط. شنطه حلوه. اوكي، اظن البنطلون ده هيمشي مع السويت شيرت. هايل، شنطه تانيه كمان. دي حاجه غريبه. وهنا نظارة حلوة، شكرا. والحلق، الإطلالة تقريبا جاهزة. هي دي ليلي، دلوقتي ما بقتش ليلي، دي عروسة مفاجآت ال او ال حقيقية. دلوقتي يلا نروح لمطبخ باربي. جين عاوزة تطبخ حاجة، خلينا نشوف. 1 2 3، أدينا أهو. يلا نخلط سكر وزبدة ونضيف بيضة، شوية لبن، ونضرب. اوكي، العجينة بقت جاهزة، مكوة الوافل مستنية. يلا نصب فيها العجينة ونقفلها. لازم تبقي صبورة. تدا، الوافل بقت جاهزة. ريحتها حلوة. مش فاضل غير اننا نضيف شوية كريمة مخفوقة وتوت. وبالهنا والشفا. لا، الوقت متاخر جدا، مش هقدر اكل وافلز بالليل كده، هحلم احلام غريبه. محتاجه حاجه اشغل بيها نفسي، زي اني اعمل نظام عنايتي ببشرتي، لكن كل اللي بفكر فيه هو الوافلز. الريحه حلوه جدا. انا عاوزاهم. لا لا لا، انا محتاجه اعرف حاجه هيساعدني انسى الاكل، لكن الوافلز دول قريبين قوي. وقفي، انا لازم اكون قويه، انا لازم استخبى واكل الوافلز تحت البطانيه، ده الحل الوحيد. لذيذه. عروسه ال او ال مش بيهمها بتاكل امتى وتهتم ليه، مفيش حاجه غلط في الاكل، خصوصا لما يكون فيلم الرعب المفضل عندها شغال في التلفزيون. ده الوقت اللي بتتوتر فيه وتبدا تاكل. واو، يا ترى مين معانا هنا؟ صاحبتها هنا علشان يكونوا في صحبتها. خوفتوني، لكن مسلي اكتر لما نتفرج على فيلم زومبي مع بعض. الجو مش بيكون مخيف لما بنكون سوا، مش كده؟ يلا، كفايه افلام رعب بقى، يلا نعمل حفله ال او ال. نرقص بالليل؟ ليه لا؟ في وقت ما العرايس بيستمتعوا، جارتهم مش قادره تنام. مسكينة باربي، حفلة الكاريوكي اللي ورا الحيطة بتهزلها بيتها. لكن عروسة ال او ال لسه جواها كمية طاقة كبيرة. الصبح جه وبيشربوا الشاي مع بعض من فناجين العرايس. طبعا البنات مختلفين جدا، لكن في حاجات كتيرة يتكلموا فيها، وفي معجنات لذيذة على الترابيزة. باربي كلتهم كلهم، هي دي الجنة. لكن استنوا، التحدي خلص. ياي، مفيش اكسسوارات عرايس تاني. أخيرا تقدروا تقلعوا ده. عملناها، إنك تكوني نفسك هي أحسن متعة في الدنيا. يا ترى عجبكم تحدي العرايس بتاعنا؟ اكتبوا لنا التعليقات تحته وقولوا لنا تفضلوا اي اطلاله فيهم، ان شكلكم يكون شبه العروسه باربي ولا عروسه ال او ال. اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في قناتنا، وما تنسوش تضغطوا على الجرس علشان يوصلكم كل جديد مع العرايس على ترامب ترامب سيلكت.